دلوقتي بقى زي ما انتوا سامعين، بس زي ما انتوا سامعين دلوقتي وشايفين ان في كل محاضره كنت بتكلم فيها على انتاجونست او انتاجونست كانت بدايه المحاضره بتكلم على الريسبتور. فما حدش يبدا مذاكره من الصفحه الرابعه، لا الاول ابدا الريسبتور، هي دي اللي بتوضح لي الدنيا ماشيه ازاي. فكده تذكره سريعه طبعا فاكرين كانت البيتا 1. البيتا 1 اتفقنا اساسا فين؟ اساسا في الهار وهي ستيميولاتري في كل الهار، وبتزود الريلي وبتزود اللايكوز. طبعا في البيتا سي يمكن ما اتكلمتش عنها كتير لان هي ما فيهاش غير كلمه واحده صغيره. البيتا 3 لايكوليسيس، يعني لو جاي في امتحان يبقى اللايكوليسيس دي اللي مسؤوله عنه. بيتا 1 وبيتا 3 بس، هي دي الكلمه الوحيده اللي انا عايزكم تعرفوها عن البيتا 3. اتفقنا ان البيتا 2 بتاعت ايه؟ بتاعت الرياضه، ها؟ هي برونكو دايليتيشن، الدم اللي وصل للاطراف ازود الجلوكوز، ادخله انسولين، وادخل معاه مين؟ بوتاسيوم، ولما اقعد اترعش كويس، بالاضافه الى اللي هو اليوتراين ريلاكسيشن. واتفقنا على الالفا 1 اللي هي البلاد فيسلز، امبارح اتكلمنا عنها بلاد فيسلز ارت الشوفين، اتفقنا انها بتعمل بوزو دايليتيشن، والدايسلايت دي مهمه قوي اللي هو البروستيت، واتفقنا انها بتعمل ايه في البروستيت؟ كونتراكشن، وبتقفل السفنكتر بتاع الغدر. وعشان كده امبارح في الالفا بروكر اتكلمنا عن البنايت بروستاتيك هايبرفيشن. اتفقنا ان الالفا 2 هي ايه؟ هي الفرامل، هي اللي بتبقى في السمباثيك اللي هي عن عنده تبدا توقفه، وهي الانهبيتور على كله، على انسولين، على لايكوليسيس، على ريمن، كل حاجه ما عدا حاجه بس. اكسبشن الوحيد اللي الالفا 2 بتعمل فيها ستيميوليشن هي الليبيد. الجي اي تي ريتنشن، ايه الريسبتور اللي داخل فيه؟ الجي اي تي كل الريسبتورز ما عدا البيتا 1، كل الريسبتورز. طيب لو انا قلت بيتا 2 بتعمل ايه؟ بتعمل ريلاكسيشن في الجي اي تي هو. لو قلت الالفا 1 برضه بتعمل ريلاكسيشن في الوول، بتعمل ايه في السفنكتر؟ كونتراكشن. طب الالفا 2 برضه بتعمل ريتنشن، بس هي الالفا 2 انديبندنت، فبتقلل الريليس بتاع مين؟ بتاع الاسيتايل. اوكي؟ يبقى كل ريسبتور داخله في الجي اي تي ريتنشن، ده تذكره بالريسبتور. بالنسبه للنيورو ترانسميشن اتفقنا ان انا عندي بعد النيورو بنفر ما بيطلع بيديني اكشن على الريسبتور اللي موجود على السيرفس، ويبدا بقى يختفي من السينابس. كان بيختفي ازاي؟ حوالي 90% منه يحصل له ايه؟ نيورونال ريابتيك او ابتيكوان، بس نعرفه نيورونال لان هو اللي بيجي لك في الامتحان غالبا بكلمه نيورونال، فالنيورونال هو الابتيك 1. لو انت في الامتحان بتكتب، بس طبعا نادرا لما يجي سؤال ريتن بالمنظر ده، اكتب لي ابتيك 1 صح، لكن اللي بيجي في الام سي كيو غالبا بيبقى نيورونال ري ابتيك. واتفقنا كان عندي كام نوع يمنعهم؟ اثنين اللي هو الكوكايين والتي سي اي او اللي هو التراي سايكليك انتي ديبريسنت. فضل 10% اللي هم كانوا بيتاخدوا في الاكسترا نيورونال او اللي هو ساعات بنسميه ابتيك 2، وده بيخش في التشو عشان يحصل له ايه؟ ميتابوليزم، فكرر تاني مش عشان يشتغل، هو خلاص اشتغل، هو بيخش التشو عشان يحصل له ميتابوليزم. الميتابوليزم كان بيتم بيه بتو انزايم، فايه بقى عارف الماو والكونس. الماو خلقته بالتفصيل في سي ان اس، دي بناخد بقى باركنسون، بناخد ديبريشن، هنتكلم بالتفصيل عن الماو والماو انهبيتور، فده مش وقته دلوقتي، يبقى بالتفصيل في سي ان اس. المهم عندي ان الاند برودكت بتاعتي هي في ان اي او اللي هي فانيلايل مانديليك اسيد، ده الاند برودكت بتاع النور ديبريشن. الفيزيكال ابتيك اللي هو من السايتوبلازم اللي بيخش جوه الفيزيكلز، وده كان بيبني على حاجه اسمها ايزابيل، واحنا بالنسبه لنا ما خدناش خالص ايزابيل، ما كناش مهتمين ان احنا ندرسه لانه دواء سحب من الدنيا كلها بقاله سنين
طويل عشان بيعمل ديبريشن، فمحدش بيدرسه دلوقتي. فيعني نزل بيه كل اللي نعرفه عنه بس كلمه صغيره، ان هو بيمنع اللي هو الفيزيكال ابتيك، فهيعمل ايه في النور البنفرين؟ هيعمل ديبليشن في النور البنفرين، كان العينين بتاخد الريزيبين وبتنتحر. فطبعا وقفنا الريزيبين ده في الدنيا كلها ما بقاش حد، واحنا مش بنتكلم عليه غير بس في بدايه الادنج. الماستر سيت بتاعتنا. الولد جه معايا صح؟ صورتوه. حتى بص فيها. وبعدين كارديال اريست محتاج مين؟ بدي
1 ريسبتور، يبقى دول انا محتاج الثلاثه فيوزز دول محتاج الالفا 1 ريسبتور. واضحه كده؟ فهمنا هي الدنيا ماشيه ازاي؟ اهي. وبعدين ابتدى يتقسم بقى. لو انا جيت بصيت للسيلكتيف الفا اجنس، اول واحد كان في نايل افرين يستوكس امين واللي هو الميدو جرين. دول تحت مين؟ تحت الالفا 1. اتفقنا ان دول كالفا 1 اجنس يعملوا ايه في الضغط؟ يعلي الضغط، يعمل ايه في الهارت ريت؟ ريفلكس بتاعت الكارد. اوكي. في نايل افرين بستعمله في ايه؟ استعمالاته اهي، يبقى واحد نيزل دي كونجستن، يبقى اثنين هاي بوتنشن، ممكن اديه بنكرياتيك، وقلت دي استعمال فيري سبيشال هتقوله، بس هتقول حاجتين فيه اللي هما مين؟ باروكسيزما سوبر فنتريكولار تاكي كارديا معاها هاي بوتنشن، ما ينفعش اقول دي لوحدها. هتقول ده يبقى حط لي الاثنين. هنا هستفيد بايه؟ هستفيد ان هو يعلي الضغط ويعمل لي ريفلكس ايه؟ بريتيكارد. كويس. وبعدين الميثوكسامين ده ممكن يستعمل اي في، وده استعماله برضه في الهاي بوتنشال. واتفقنا الميتودرين، عايز منه كلمتين تعرفوا مهمين. الميتودرين ده برو دراج يعني بيتاخد، برو دراج يعني بيتاخد ايه؟ اي في ولا اورال؟ اورال، ويستعمل في البوسترال هاي بوتنشال. اوكي؟ يبقى دي الالفا 1. وبعدين الالفا 2 انالست عندي اثنين، اخذنا الكلوريدين واخذنا الالفا نصايب 2، دول تحت الالفا 2. الكلوريدين بستعمله في ايه؟ بستعمله في الامرجنسي هايبرتنشن، بستعمله في اي حاله فيها السمباثيك عالي، يعني اوبيويد ويثرول، ممكن اديه في الميجرين، ممكن اديه في المينوبوزال فلاش، ممكن اديه في الجلوكوما، ممكن اديه في الدايريا في الدايابيتس. دي استعمالات الكلوريدين. الالفا ريسايكل دوبا اهم حاجه فيه ده دراج اوف تشويس فين؟ هايبرتنشن ويث بريكتس. الاثنين دول ايه عيوبهم؟ بالعقل انا عملت ايه في السمباثيك؟ قللت السمباثيك، فمين اللي هياخد الباور هاند؟ الباور يعني الهارت ريت يقل، يعني دايريا، يعني دراي ماوس، يعني سيديشن، كل ده ماشي صح. انا قللت السمباثيك واتفقنا لما تيجي تعمل اي فاصل دايليتور، اي حاجه تعملها فاصل دايليتور، لو رحت حاطط فيها ايه؟ نقطه نوتر ريتنشن، اتفقنا مع بعض لما بتعمل فاصل دايليتيشن وتعدي الليفل المسموح بيه ممكن يحصل لك سورت اند ووتر ريتنشن. في الكلوريدين فاضل حاجه مهمه قوي في الادرس. الكلوريدين من الادويه اللي ما توقفش فجاه، لو سحبته فجاه يحصل لك سيفير ريباوند هايبرتنشن. وكنا بنعالجه بايه؟ قلنا يا اما ترجع الكلوريدين يا اما تدي الفا وبيتا دوبا او اللي هو اللي بيتا. انما الالفا وسايد دوبا كان في شويه حلول ثانيه. جايه منين بقى؟ ان هو مش بس بيشتغل على الالفا 2، لا كمان بيقلل السنسز اوف دوبامين والفايف انشن. عيوبه جايه من هنا. دوبامين هيقل، ها؟ يحصل حاجتين. الدوبامين في المخ يقل، يحصل برولاكتين يزيد وباركنسون بقى. لما السيروتونين يقل يحصل ديبريشن. فدي العيوب بتاعته. وزودت عليهم اثنين اتش اللي هما كانوا هيموليتيك انيميا وسيبرتس. يبقى دي العيوب بتاعت الالفا سايت. وبعدين دخلنا في الهايبرفلاني بيشتغل على مين؟ بيتا 1 وبيتا 2. وقلت ان هو ده واحد من الكاتيكولامين ما بيتاخدش الا سب لينجوال. مفيش منه اورال. ليه مفيش منه اورال؟ لانه كاتيكول زي الابليزم بالظبط. ولو اداه الكره هيحصل له ايه؟ هيتكسر. واستعماله الوحيد بس هو مين؟ الاي في بلوك. ما بديهوش ليه في البرونك الازمه؟ عشان تاثيره على بيتا 1. عشان بيشتغل على بيتا 1. انا مش عايز بيتا 1 في البرونك الازمه، انا
وبالتالي ما بقاش يستعمل في البروكيال اسيد. سيلكتد بيتا 1 اجنست اللي هو الدوبيوتامين، وقلت الدوبيوتامين ده في هارت فيلير او في الكارديوجيني شوك، هو نمرة 2 في الكارديوجيني شوك مش نمرة 1. السيلكتد بيتا 2 اجنست في عندي اللي هم الشورت، فاكرين الشورت ده كانوا بتاعه ايه؟ الشورت الرابت، دول كانوا بتوع اكيوت اتاك بروكيال اسيد، فده اكيوت اتاك اللي هم زي سالبيتامول وديربيتامين. في اللونج الديليت اللي هم لونج بس اشتغلوا على الاصل البحر، اللي هم زي السالبيتامول والفوربيتامول، ودول بيستعملوا في الازمه بس في حالات ايه؟ بروفيلاك مش في الاكيوت اتاك. وقلت الريتودرين ده مني بتاع الكيوتراين ريلاكسيشن، وده اللي بيستعمل في البريماتيور. قال المجموعة من الدراج، قلت عندي اللي هم المثلث اللي انا شرحته قبل كده ده اللي هو الفينولدوبام والدوبامين والتوبكسامين. قلت الفينولدوبام اشتغل بس تي 1، كلهم بيشتغلوا تي 1، لازم كلهم يشتغلوا تي 1. فينولدوبام تي 1 بس على كده، وده ايمرجنسي هايبر تنشن. الدوبامين الترتيب ها تي 1 بيتا 1 الفا، ده ترتيب، الترتيب هنا مهم لان ده على حسب الكونسنتريشن، كل ما بزود كل ما بياخد السيت الثاني، فده بيشتغل على الترتيب ده تي 1 بيتا 1 الفا 1، وده اللي بيستعمل في ايه؟ دوبامين، قلنا كارديوجينيك شوك او الهارت فيلير. سواء دوبامين سواء دوبامين بيتاخدوا ازاي؟ انفيوجن، يبقى اتفقنا مع بعض الدواء اللي يتاخد باي انفيوجن عمره ما يبقى كرونيك، يبقى فقط ايه؟ ايمرجنسي بس، فده كله يبقى فيه. التوبكسامين ده بقى ده رقم 2، ده بيشتغل برضه على التي 1 بس بياخد كمان التي 2 والبيتا 2، وده ممكن يستعمل في حالات الشوك. دول كده كل الادويه اللي عندنا في اليوسف. انا لو بقى عارف ان مشكله الفارما مش في الفهم بتاعها، انتوا كلكم بسم الله ما شاء الله فهم حلو ده، لكن بتيجي المشكله تواجهنا في الاسامي، هي دي اللي بتبقى متضايقنا يعني. فده كده انا كل الاسامي عندنا في ورقه علشان تسهل علينا الادرس. تاني حاجه هي نخش على كلام في الانتاجنس. الانتاجنس هنا يا جماعه مين؟ يا اما الفا 1 يا اما الفا 2 يا اما بيتا 1 يا اما بيتا 2. بداية كده مفيش عندي حاجة اسمها سيلكتد بيتا 2 بلوكر. مفيش. يعني بيتا 2 كل البيتا 2 بلوكر ايه؟ متقسم، ما عنديش حاجة اسمها سيلكتد بيتا 2 بلوكر خالص. بالنسبة لكم يعني ما عندناش. أول دوايين لو وصينا واخدين كله. اللي هم اسمهم ايه؟ لابيتالول والكارفينال. اللابيتالول والكارفينالول بيقفلوا ايه؟ بيقفلوا دي، بيقفلوا الفا والبيتا ريسبتور. اللابيتالول ده بتاع الامرجنسي، ده بتاع البريجنسي، الثاني دواء بريجنسي. ده دوايين في البريجنسي، مين؟ الفا ميثايل كوبا واللابيتالول. ليه مش اي بيتا كوبا؟ ليه مش اي بيتا كوبرا في البيت؟ لا مش بس كده، احنا محتاجين نعرف في حاجه اهم. ان بيتا كوبرا ده فاصل ايه؟ فاصل ليه؟ احنا اتفقنا ان البيتا كوبرا الطبيعي بتاعها انها تعمل ايه؟ هي فاصل ليه ولا ممكن تبقى فاصل مستلمه؟ فبالتالي لما عندي واحده بتقدر وادي بيتا كوبرا كيوب، كمية الدم اللي واصلة البلاسينتا هتقل، وده فعلا لقينا ان اما تدي بيتا بروكر دي فور يور نولج يعني اما تدي بيتا بروكر واحدة بريجنت، الطفل اللي اتولد اتولد ناقص هرمون، حاجة اسمها انترا يوترين جروث ريكارديشن، هو مش بيعمل مانفورميشن، بس الطفل ينزل وزنه ايه؟ وزنه قليل. ليه وزنه قليل؟ لان الدم اللي واصل لكن النبيذ اللي في ميزه قيمته بقى هو فاصل ايه؟
رايحين. فبستعمله في البريجنسي، بستعمله في الامرجنسي، بستعمله في الفيل كروموسايتوما. واتفقنا ان في الفيل كروموسايتوما يا اما تديه كرونيك يا اما تديه قبل العمليه راح تحطه في الامرجنسي. ودسبتين اورتيك انيوريزم هنا البيتا بلوكر ده سبيسيفيك للحاله. فاكرين الدسبتين اورتيك انيوريزم اولا دي كرونيك ولا امرجنسي؟ اتفقنا ان هي امرجنسي. العيان انا بدخله اوضه العمليات اصلح اللي باظ كويس؟ عبال ما ادخله اوضه العمليات بدي اللبيب الون، يعمل لي ايه بقى في الكارديك اوتبوت؟ يقلله. يعمل لي ايه في ضغط العيان؟ يقلله. علشان ما يحصلش ايه في الاوروبا؟ ما يحصلش ربشه. فما تنسوش ان في الدسبتين اورتيك انيوريزم ده امرجنسي. ده مش كرونيك تريتمنت، ده هنا لحد لما تدخل اوضه العمليات. فاللبيتا نول احسن واحد ممكن يتاخد في الحاله دي. تاني واحد هو الكارفيدايلول. والكارفيدايلول ده فيه انتي اوكسيدنت افكت وبيقلل الاثيروسكليروز بتاعت البلاد فيسلز. ولقينا ان هو احسن واحد استعمل في الهارت فيلر. وانا قلت عشان ما حدش يعني يستغرب، قلت يا جماعه البيتا بلوكر في الهارت فيلر هتاخدوها بالتفصيل في الكارديو. انا عشان اقول البيتا بلوكر في الهارت فيلر لازم اشرح الهارت فيلر كله. ما ينفعش اقول كلمه في واحده. فما تقلقوش. البيتا بلوكر هتاخدوها بالتفصيل ليه بستعملها في الهارت فيلر واستعملها ازاي؟ ليها بريكوشن معينه وليها طريقه. فيعني هناخد كل ده بالتفصيل في الكارديو باسكت. بعد كده هبدا اقسم بقى الفا بلوكر او بيتا بلوكر. اول اثنين بصوا كده معايا، الفينتولامين والفينوكسيبنزامين، دول كده من التيبل بتاعي بيقفلوا ايه؟ دول سيلكتيف ولا نون سيلكتيف؟ نون سيلكتيف، بيقفلوا الاثنين. فعندي الفينتولامين وده قلنا الشور الريفرسبل ممكن استعمله في الاكسترا بوزيشن بتاع الالفا اجونست، وفي الريفرسبل هو الفينوكسيبنزامين ده برو دراج وممكن اديه في الفيل كروموسايتوما. واحنا اتفقنا يعني انا قلت لكم في الالفا بروتوكول اهم حاجتين تركزوا عليهم في الالفا بروتوكول اهم اثنين يوسز. يعني اللي عايز ينسى الباب ينسى، لكن في يوسز قلت هو ده نمره واحد اللي هي بيلاين بروستاتيك هايبرتنشن. تقريبا هو ده الانديكيشن. الباقي كله ما بقناش نفكر فيه الا لاست تشويس. او ممكن اديه في البناين بروستاتيك هايبربليزيا مع هايبربليزيا. يبقى هو ده استعمالي للالفا بلوكر. فيعني في الفيل كروموسايتوما ده هيستوريكال، كل ده هيستوريكال لازم نقوله في الفارماكولوجي. لكن كان كلينيكالي هو اللي بيستعمل المجموعه اللي جايه دلوقتي. في بقى السيلكتيف اللي هم مين؟ قلت البرازوسين لازم يتعرف لانه اول واحد. وبعدين اخدنا الدوكسازوسين. قلت الدوكسازوسين فيه ميزه او ستيت ها؟ لونج ومفيش قوي فيه الفيرست دوز هايبرتنشن. عشان كده الدوكسازوسين هو الافضل. في ترازوسين لكن نركز على الدوكسازوسين. ده يستعمل هايبرتنشن، يستعمل بناين بروستاتيك هايبربليجيا، الرينوز اللي هي بريسرال فاسكولار ديزيز. وانا مهم برضه دلوقتي بنفضل نمره واحد كالسيوم شانل هناخدها في الكاربت مصر. ده نمره اثنين مش نمره واحد. يعني استعمالي اللي انتم شايفين حتى من الالفا بلوكر بقت مهم ايه؟ بنايل بروستاتيك هايبرفليج. ده اللي نركز عليه. يعني لو قلنا وعرفنا دي بس يبقى كويس. وقلت لكم في بقى اللي هما سيلكتيف الفا 1 ايه بلوك اللي هو مين؟ دم السيلوسين ده ما يتنسيش. في الالف سيلوسين اوكي، لكن الدم السيلوسين ما يتنسيش. ده اهم اسم بالنسبه لنا. الفرق بينه وبين الدوكسازوسين ايه؟ قلت لو العيان نورمو تنسف ادي مين؟ دم السيلوسين. لو العيان هايبر تنسف ادي مين؟ ادي دوكسازوسين. واضح يا جماعه؟ قلنا اهم حاجتين في الالفا بلوكر. الالفا 2 بلوكر اتفقنا. الفا 2 بلوكر
مسكين قلت انتي ديبريسنت اللي عايز اعرفه مش مشكله. لكن هم دول الالفا 2 بلس. جينا بعد كده للبيتا بلوكر. البيتا بلوكر فيه اول حاجه اللي هم نون سيلكتيف. انا شرحت وقلت يعني ايه نون سيلكتيف؟ يعني ايه كاربو سيلكتيف؟ يعني ايه نون سيلكتيف؟ بتقفل ايه؟ بيتا 1 وبيتا 2. كاربو سيلكتيف بتقفل بس مين؟ بيتا 1. ايه ميزه الكارديو سيلكتيف؟ ان هي دلوقتي بقى معظم استعمال هم الكارديو سيلكتيف. ايه ميزتها؟ خلينا فاكرين ان البيتا 2 ايه؟ مفتوحه ما اتقفلتش. البيتا 2 اللي بتعمل ايه؟ برونكو دايليشن. بالتالي الكارديو سيلكتيف هتعمل قوي ازمه؟ لا. اما خلي البيتا 2 مفتوحه مريض السكر اللي بياخد انسولين يضطر قوي؟ لا. ليه؟ لو دخل مني في هايبوكلايسيميا البيتا 2 ممكن تصلحها. علشان كده انت ادي بيتا 1 بلوكر يفضل في الهايبر هايبرتنشن. ليه؟ انا يعني الهايبرتنشن دي مهم قوي. محدش يتخيل عشان ساعات لما كنت بقول مثلا بيتا كارديو سيلكتيف بيتا 1 بلوكر استعمل في البرونكيا الازمه. ففي بعض الناس بينزل في دماغها ان البيتا بلوكر بتعالج الازمه، لا. تفهمها كويس ونقولها صح عشان ما تقولهاش غلط، محدش يمسك عليا حاجه وانا بتكلم. الكارديو سيلكتيف تستعمل في الهايبرتنشن ويز برونكيا الازمه. انا بديها ليه للمريض ده؟ بعالج ايه؟ بعالج الهايبرتنشن بس بالصدفه طلع عنده كمان مع ايه؟ برونكيا الازمه. لو اديته النون سيلكتيف انا كده بضمن الازمه. يبقى البيتا بلوكر مش بتعالج ازمه، ها؟ امال بتعالج ايه؟ هايبرتنشن. بس لو المريض بتاعك معاه ازمه ادي الكارديو سيلكتيف بيتا بلوكر. لو المريض بتاعك معاه مع هايبرتنشن دايابيتس اختار له الكارديو سيلكتيف بيتا بلوكر. في النون سيلكتيف بقى اللي هم بروكرامبول اتفقنا ان هو لايكوفيليك ممبرين ستابلايزنج. يعني ايه ممبرين ستابلايزنج؟ لوكال انستيتيك. هو ده ينفع يستعمل في الجلوكوما؟ لا. يبقى ده مكتوب جلوكوما على علامه استفهام. ما ينفعش. ليه ما ينفعش في الجلوكوما؟ عشان عامل ايه؟ عامل انستيزيا فما ينفعش. امال بنستعمل مين بقى؟ برضه اثنين نون سيلكتيف. برضه لايكوفيليك بس ايه بقى؟ ما فيهمش حته الايه؟ البرين ستابلايزنج اللي هم مين؟ اللي هم التيمولول والبيتاكسلول. تيمولول والبيتاكسلول نون سيلكتيف لايكوفيليك لازم يبقوا لايكوفيليك عشان ايه؟ يعدوا. لكن ما فيهمش ايه؟ ما فيهمش البرين ستابلايزنج افكت. نانولول وهايدروفيليك لونج اكتن يعني بنتولول هو الوحيد اللي متفادى. يعني ايه انترنسك سمباس ومايكروتيك اكتيفيتي؟ ما بيقفلش الزمن، ما بيقفلش قوي، فما يقللش قوي من هارت ريت. وعشان كده بديه فين؟ برضه بكرر تاني، مش في البرادي كارديا، ها؟ انا بديه في الهايبرتنشن اللي معانا برادي كارديا. بعالج ايه؟ بعالج الهايبرتنشن. انا بكرر ده لانه يزعلني قوي حد منكم يقول في البرادي كارديا، لا ده بيتا بلوكر. هو انا بعالج بيه الهايبرتنشن مع البرادي كارديا. في بقى الكارديو سيلكتيف، احنا اتفقنا مفيش حاجه اسمها ايه؟ بيتا 2 بلوكر. مفيش سيلكتيف بيتا 2 بلوكر. كل اللي جاي عندنا هيبقى كارديو سيلكتيف. كارديو سيلكتيف بقى فيه الاتينولول وده هايدروفيليك اسمه رول رغم انه هايدروفيليك. تبقوا خدوا بالكم منه رغم انه هايدروفيليك. والمفروض ان الهايبر يبقى لونج ايه؟ لونج اكتن. ده الوحيد اللي اسمه الترا شور. ليه الترا شور؟ اول ما بيخش الدم بيتكسر بالستريز بلازما ستريز. فخدوا بالكم من اسمه لون رغم انه هايدروفيلك. فالمفروض يبقى لونج اكتن. هو ده هو الترا شور.
الهند دي يعني بيطلع دايركت وسايد فريكوينسي. ايش تعملين بقى البيتا بلوكر؟ طبعا تعملين البيتا بلوكر ممكن استعملها بقى انجينا انفاركشن هايبرتنشن الليزم. قلت ده استعمالات الاساسي. ففي لما انا بشرح الانجينا اتكلمنا عن الانجينا قلت كلمه اسكيميك هارت وقلت ان البيتا بلوكر في كل الانواع ما عدا فازو سباستيك انجينا. الفازو سباستيك انجينا ما تتاخدش عشان تسببها. ممكن اديك بروفيلاكتيك في الميجرين او بروفيلاكتيك في الاسوفجيال باريس تحت العيان نايم ما يحصلوش هيماتيزيس. ممكن اديك في الهايبر سايلوليزم. ممكن اديك في الموكا. ممكن اديك في الانكزايتي والتيرمس. واتفقنا في الهارت فيلير. قلت في الهارت فيلير مش مسموح لك تستعمل غير ثلاثة. الوحيدين اللي ممكن استعملهم هم ثلاثة اللي هم مين؟ ميتوبرولول، بيسوبرولول، كاربيتال. لو انا بلعب في الأسئلة ايه الفرق بين في الثلاثة دول؟ فيهم فرق لو هرجع. ميتوبرولول، بيسوبرولول، دول كاربيتال سيلكتيف ولا نون سيلكتيف؟ بيسوبرولول، ميتوبرولول، كاربو سيلكت. صح؟ كاربو دايلول مش كاربو الوحيد اللي نان سيلكت. تاني هما ثلاثة. بيسوبرولول، ميتوبرولول، دول كاربو سيلكت. كاربو دايلول اللي فوق خالص زي ما بيقول لك اهو ده نان سيلكت. خدوا بالك من ده. الثلاثة الوحيد يعني لو انا بسأل بقول عايز كاربو سيلكتيف بيتا بلوكر في الهارت فيلر محدش يكتب لي مين؟ كارفيدايلور. لكن تكتب لي مين؟ بيسوبرولول. لو جيت بقول لك نون سيلكتيف بيتا بلوكر في الهارت فيلر نون سيلكتيف تبقى مين؟ كارفيدايلور. فهي مكتوب عليها ان هم نون سيلكتيف. اتفقنا في عندي ان هم الفازو دايلكتي قلت هم اثنين. السيلي سيلي هو ايه؟ كان مش فاهم بيعمل ايه في الوحده ويفتح واحده وفي اللي هو الكارفي دي. حد يعرف فاز الالات اللي بتاعت بكره تاني؟ فاز الالات ازاي عشان مش مكتوبين. فكر عايز فاز الالات اللي بتاعت بكره تاني اللي فوق. فكروا يا جماعه شكلهم فوق غير الاثنين دول. لابيتا لول ده مش برضه دايلكتري؟ لابيتا لول ايه تاني؟ ها؟ حد كان بيقول النبي فلول صح؟ مش النبي سايد ده بيعمل فازو دايلكتيشن؟ كل دول فازو دايلكتري بس هما السيلك فلول والكارت دايلول هما اللي واخدين الابر هاند. لكن في فازو دايلكتري بيتا بروجرام كتير فدي اللي هي الاستعمالات بتاعت نبدأ نشوف مع بعض. احنا شوية أسئلة كده ناخد أسئلة على الأسئلة. All the following sheet protein coupling receptor except. احنا صدينا على المرة اللي فاتت في الفيجن. ها؟ قلت كل الأوتونوميك جي بروتين ما عدا النيكوتينيك. وبعدين اللي هو جي بروتين ما قسمنا كل البيتا جي اس. أي رقم ها؟ زوجي يبقى جي اي، اي رقم فردي يبقى جي كيو. ده اللي احنا فاكرينه مع بعض على الاقل نكون فاكرينه. هنا الاجابه هتبقى ايه؟ الان ام ريسبت او اللي هي الكوتينيك ريسبت. ده سؤال سهل لسه اي حد يعني. البيتا وان ريسبت. ها دي بيتا تبقى جي بروتين كامل ستيميوليت ادينايل سايكليز. الفا 2 ده رقم زوجي يبقى انهبت هاتيلاين سايكليز. الفا 1 ده فردي يبقى سيميوليت اللي هو جي كيو اللي هو فوسفولايبيز سي. الام ان ريسبتور دي اللي هي ليجر بي ان ايون شاك. اسئله كتير كده. ذا فولوينج
حضرتك. عايز اسمعك كده عشان نعلم الناس دي. تعرف تجاوب السؤال ده؟ اشرح دلوقتي من ربع ساعة بالظبط. نجيب أخوين. Hit it!
بنت هتموت رسالة اقفل البنت هتموت. ايه السؤال اللي تفتكر كسر من حفل البنت هتموت منه؟ بريدي كارل بنت هتموت؟ لا بنت هتموت. ولا بنت هتموت؟ بنت هتموت. لا مش ده مش هتموت. كونت اكستريمنت الدم اللي وصل للاطراف بيقل فده بيتا 2 برونكوس باز بيتا 2 يبقى الاجابه هتبقى فيها ايه البوشر اللي هتمشي لحد دلوقتي احنا ما خدناش دواء يعني البوشر هتنشن اكسبت واحد فقط هم الالف فقط ماشي فاضل لنا واحد الوحيدين اللي بيعملوا بوشر هايبرتنشن هتاخدوهم هو الالفا بلوكر والمايكريت وفاكرين قلت لكم الفيرست دوز هايبرتنشن هتسمعوها في الفرق دوايين اخدنا واحد منهم اللي هو مين برضه اللي هو الالفا بلوكر لسه الثاني هناخده في الكارديو باسكت مش اللي فاهم ده نوت اك كونتكس سب بتعمل مش على ايه بتا 2 في لاي ديفرنت الفا 1 البليفر بيشتغل على بتا 1 وبتا 2 دول البليفر بيشتغل على بتا 1 بالاجابه في لاي ديفرنت ذا فولوينج افكت اوف ذا بليفر از ميديتد باي بتا اكشن انا قلت هنا بيتا ما حددتش بيتا 1 ولا بيتا 2 ولا بيتا 3 مثل الاساس دي ايه؟ الفا تاكيكارديا بيتا 1 سكيلتال بلاد فيسل فاضل على الاديشن بيتا 2 ريدكشن اوف انترا اوكر بريشر دي الفا 1 الاجابه في اس سؤال بقى يعني مش هتحط عشان تفوق سيمباثيتك induce one of the following except passive mechanism بتعمل ايه؟ active مش passive الباسيف هتاخده الاسبوع اللي جاي مع التوقيت لكن ده انت active مش passive اوكي؟ برضه سؤال سهل ها relaxation of bronchial and drive بيتا حاجة سهلة حاجة بلاش كده طيب The principal process stimulating action The principal process interpolating action of your epinephrine release is Neuronal uptake طالما قلت principal principal اللي هي مين؟ النيورونال لكن لو انا قلت determination of action يبقى نيورونال وليس نيورونال لكن principal هي النيورونال ريابتين اوكي ترو اور فولس بس اثنين لان هو ما بيجيش كتير قوي الستايل ده بس عشان نراجع مع بعض اولا بيتا بروكر اتنيويت بريسر ريسبونس اوف ريسبونس ما تنفعش في مين؟ في الفاموس باسكت انجاينا. طيب
متى تفكر should not be stopped suddenly. صح. الأول استنى short فجأة. هيحصل سيفير تاكيكارديا، سيفير هايبرتنشن، سيفير انجينا، ممكن يحصل انفارشن معايا. فما توقفش فجأة. يبقى لحد دلوقتي ولا كوميدين ولا متى تفكر يوقف فجأة. ألفا دوبلوكيت كان ريزلت إن ريدكشن اوف بريفرال ريزيستنس. هي قفل الالفا بيعمل ايه في النور البنفرنس؟ ولما زود النور البنفرنس كده البنفرنس ريزيستنس تزيد ولا تقل؟ تزيد. بنفرنس ريزيستنس يعني البازو كونستريكشن يزيد ولا يقل؟ الالفا كله يزيد. يبقى الجمله دي غلط. امفيتامين از دايركت سمباسمايكا. امفيتامين دايركت ولا مش دايركت؟ يشتغل في ثلاث حاجات. ناركوليبسي. ناركوليبسي ما تنساهاش. ناركوليبسي. ADHD هو اتنشن ديفيسيت هايبر اكتيف ديسوردر والتزلج في الطب بيسموها ADHD مش مشكله. وانيوريزم. الافيدرين از اندايركت سمباسيك مايكرو. الافيدرين هو وصول الله شاطرين قايلين مش عارف ايه.
The following happens effect of beta blocker, not due to beta 2 blockade. مش بسبب البيتا 2 بلوكيت. البرود سبير يعني اسد البيتا 2. كورت اكسترمتس اسد البيتا 2. برولونج هايبرايسيميا اسد البيتا 2. الوحيده اللي مش بتنفذ البيتا 2 هي هايبرتنشن. ايه ادرس الافكت بتاع البيتا 2؟ افتكرها مع بعض. اقفل البيتا 1 ها؟ رخصه لما تقفل البيتا 1 يخلي في الهارت. هيبتدي يحصل بريد كارديا ايفي بلوك هارت فيليا هايبرتنشن. يبقى ادي قفل البيتا 1. قفل البيتا 2 برونكو سمان الدم اللي وصل الاطراف اللي هي الكولد اكستريمتيز ها ديلي ريكفري في الهايبرجلايسيميا في مريض الديابيتيك. فاكرين قلت لكم عندنا في حاجه اسمها بروبوستا انتر؟ فاكرين الفرق؟ ده ما عندوش لو هو ديابيتيك بياخد انسولين يبقى ايه السايد افكت اللي هيبان عنه؟ برولونج هايبرجلايسيميا. لكن لو هو مش ديابيتيك وبتدي بيتا بلوكر في ريسك ان يحصل له جروث انتولرنس. يبقى ده قفل البيتا 2. كمان ما ينساش ان البيتا بلوكر ما توقفش فجاه ولو لايبوفيلم يعني سي ان اس سيديشن وديبريشن. وطبعا اي حاجه تاثر على السمباثيك تعمل سيكشوال ديستربنس لان احنا اتفقنا ان السمباثيك بالنسبه للميل بيبقى بيتا ميديتد انتي هايبرتنسيف. بيتا ميديتد انتي هايبرتنسيف افكت اوف ايسوبرولول تو نوت انكلود. ايسوبرولول ده ايه؟ ده كارديو سيليكتيف بيتا بلوك. Increase limit, صح. Negative chemotropic prodotropin, صح. Resetting of bar receptor, صح. لكن not include what? Vasodilation. هو مش vasodilator. ما اتفقنا الفازودايليتور معروفين اللي هم كان سيرتهم وجبتهم قبل كده كتير. The following is our part 2 concerning anti-anginal effects. انتي انجينا. ريدكشن اوف بلاد بريشر صح. هيقلل اللود على القلب. يقلل الهارت ريت صح. ستيموليت باي بارس المفروض ايه؟ انهبت. كورونري فازودايليتور احنا اتفقنا ان البيتا بلوكر نوت فازودايليتور. اوعى تنسوا دي. اي بيتا بلوكر عاديه هي مش فازودايليتور. طيب الاجابه هتبقى ايه؟ The following adverse effect of beta blocker is called tribute to beta 1 blockade. G, beta 2. G. Bradycardia, beta 1. Severe and shiner and then sudden withdrawal, beta 1. Heart failure, beta 1. طبعا prolonged hypoglycemia دي beta 2. Cross match, hypertension and the chronic heart failure. Mean this is our target. Carvedilol, you are tested for heart failure. The latter for heart failure. Hypertensive crisis. It means labetalol, that emergence. Open angle glaucoma. Metaxalol. Migraine, mysterious causes. Gracias.